صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. في ناس كتير لما فتحنا ملف الفيروسز أو الفيروسات المنتشرة أو الأوبئة المنتشرة حاليا شافوا ان لا احنا مش عايزين يسيطر علينا موضوع الخوف، احنا كده خايفين، انتوا كده بتخوفونا. بالعكس، احنا بنركز على جزئية ازاي احصن نفسي. الموضوع ملهوش علاقة بان انا اقعد خايف، احنا مش دي الرسالة خالص. الرسالة هي ان انت بمكمل غذائي فعلا ممكن يغير لك حياتك 360 درجة. حاجة لازم تكون في اساس حياتك، النظام الغذائي بتاعك، السبلمنتس دي مدى الحياة مش لحاجة مؤقتة. انا بحصنك تجاه اي حاجة تسمعها او اصلا مش سمع عنها. يعني لو انت ما تعرفش عن التنفس المخلوي او ما تعرفش عن قبض اصلا، ما تعرفش عن اي حاجه، المهم ان انا احصن نفسي، مش المهم ان اللي يسيطر عليا الشعور بالخوف. مش هو ده الهدف ومش هو دي طريقه التفكير اللي عايزاكم تفكروا بيها. انا عايزاكم تطلعوا من الحلقه او من الفقره شايفين انا ازاي اعتني بنفسي، ايه الجرعه اللي اخدها من كلوسيز، انا في انهي فئه عمريه اتكلموا عليها. عايزاكم تبقوا سيستماتيك كده او يعني في منهج كده انتم ماشيين عليه بوزيتيف وايجابي، وهو ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في فقرتنا دلوقتي. وهنتكلم على كل كمان الامراض اللي ممكن بنسبة كبيرة جدا تكون بتضعف المناعة، وازاي الكلوسيز بيعالج حاجة زي كده وبيدعم حاجة زي كده. اسمحوا لي الأول أرحب بضيف اللي منورني دايما في استوديو صباح البلد، أستاذ دكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض البطنة الصدرية والبطنة وحساسية صدر الأطفال، والمستشار الطبي لشركة AMD. أهلا بيك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بيك. بصي يا دكتور، يعني في حاجات كتيرة قوي قوي وتوبكس احنا فتحناها واتكلمنا عن الأوبئة المنتشرة، وفي ناس كتيرة انا مش عايزاها تدخل او تركز او تعمل كده زوم ان على تفاصيل الوباء وتنسى الرساله الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها، الا وهي تحصين الذات وتحصين الجهاز المناعي بتاعي واعاده بنائه عن طريق كلوسيز. كلمنا عن النقطه دي يا دكتور. طيب، هو مبدئيا حضرتك ذكرتي حاجه كويسه قوي، الخوف. الخوف من مرض ما او حاجه معينه، فده بيخليني مناعتي تضعف. تضعف حالة الوهم، حالة الاكتئاب، كل الحاجات النفسية دي بتسيطر عليا، تقدر تضعف جهاز المناعي بتاعي. طبعا تضعف جهاز المناعي، لابد نبقى عارفين ان احنا كل ما احنا عارفين حاجة اسمها فيروس المخلوي او كوفيد 19 هو عبارة عن زيادة وعي مننا. زيادة الوعي بتخليك عارف الديتيلز، التفاصيل بتاعت كل حاجة. يمكن زمان ما كناش نعرف التفاصيل، فبالتالي كانت المخاوف قليلة، لكن هو دلوقتي عن زمان عن قبل كده أنا كله ما يفرقش عن بعضه، ولكن اللي يفرق إنك بدأت تعرف التفاصيل، بدأت تعرف يعني إيه كلمة جهاز مناعي، بدأت تعرف يعني إيه فيروسات متحورة، بدأت تعرف يعني إيه انتقالات فصول. الكلام ده كله ده مش هيعيد بالضرر عليك إنك أنت تصاب بالخوف أو الهلع أو لا، بالعكس خالص خالص. أنا من رأيي إنك أنت بدأت تعرف إنك أنت فعلا أورينتد، أو بمعنى صح الدنيا بقت عندك واضحة جدا، إن أنا أعرف يعني إيه عندي كحة، يعني إيه ممكن تعمل لي التهاب شعبي، يعني إيه ممكن تعمل لي التهاب رئوي، يعني إيه ممكن تدخلني في تليفات على الرئة لو زي الكوفيد 19، يعني إيه إزاي أتخلص من الكلام ده كله. صح. من هنا ظهرت أهمية كلمة الجهاز المناعي اللي حضرتك ذكرتيه. كلمة الجهاز المناعي، أي مرض في الدنيا بيؤثر على الجهاز المناعي. تمام. حتى لو كان المرض ده ورم سرطان، كل الجهاز المناعي مختص بالفيروسات والبكتيريا والفطريات والأورام والخلايا الخبيثة كل الحاجات دي الجهاز المناعي مختص على أنه يهاجمها، على أنه يحد من نموها أو تطورها داخل الجسم. لو هو بقى ضعيف إذا بقى هتتصدى إزاي؟ يبقى هنلاحظ أن احنا بقينا طريق مفتوح لكل الحاجات دي. صح. عشان كده ان الكلوسيس في القصه دي هو بيوجه رساله. الرساله اللي بيوجهها بيقول يا جماعه، زي ما انت وصلت لنقطه ان الفيتامينز مهمه في حياتنا، زي ما انت وصلت لنقطه ان المكملات الغذائيه محتاج سبلمنتس، محتاج حاجات زي كده عشان تقدر تقويني، زي ما انت هتوصل لنقطه ان انا محتاج فيتامين الف، محتاج فيتامين د، محتاج اوميجا 3 عشان اقوي جهاز المناعه بتاعي بالنسبه لا تقل عن 60 ل 70%. ودي معجزه كلوسيز، يعني هو ده كان فيرست لاين اوف تريتمنت في الكوفيد. انت تعرفي ان انا يمكن من ضمن الحاجات المبسوط فيها في كلوسيز ان هو مكمل غذائي زيت كبد الحوت ناتشورال. طبيعي. فتاكدي تماما ان مفيش حاجه ربنا خلقها او ربنا عملها ما يبقاش كل حاجه فيها لها قيمه.
بل ان الدويتو ده اللي بنسميه او التريبل ده اللي هو بنسميه الفيتامين الف وده أيوة. والاوميجا 3. تلاحظي لو جيتي حسبتي ان في اي دواء مخلق او فيتامين مخلق قدرنا نصنعه في الثلاث حاجات دول مع بعض، هقول لك لا ما عرفناش، نضيف الاوميجا 3 مع فيتامين د، ما عرفناش نضيف الاوميجا 3 مع فيتامين د بجرعات معينه، بالجرعات المعينه اللي محتاجها جسمي. زيت كبد الحوت المعروف في مصر باسم الكورزيز نجح في النقطه اللي زي دي، صح. دي نقطه. طيب ايه تاني؟ هل انتقاء الفيتامينز دي عشوائي انها تظهر؟ اكيد لا. شوفي احنا زمان كنا زيت كبد الحوت مهم جدا عندنا ايام اجدادنا والكلام ده كله، لدرجه ان هو كان من الكبسوله كان ساعات يفضلوا يحطوها على الشعر. ليه بقى؟ اشمعنى زمان؟ انا عايز اقول لك ان في حكمه زمان كانت موجوده معانا احنا للاسف بعدنا عنها وما عرفناش اهميتها غير لما ظهر وقت الاختبار اللي احنا فيه، اذا كان عندنا برد او انفلونزا عادي او اذا كان فيروس مخلوي تنفسي او كوفيد 19 اللي شغال يبقى عامل زي موج البحر، مره موجه تنزل بينا ومره جوه تعلى بينا. يبقى اذا طبعا يبقى اذا احنا محتاجين في القصه اللي زي دي ان نعرف اهميه زيت كبد الحوت، نعرف اهميه فيتامين الف ود والاوميجا 3. لما الاقي ان فيروسات تعبانه قوي بقى لنا يومين بقى لنا ثلاث سنين احنا تعبانين معاه، تنتقل كلها بصوره واحده، برد مخلوي كوفيد، الثلاثة بينتقلوا عن طريق التنفس، الثلاثة فيروسات تنفسية، الثلاثة بينتقلوا عن طريق ان انا لو مفيش تباعد اجتماعي بينه وبين الشخص اللي قدامي بقدر عن طريق الرذاذ بيتنقل الفيروس، ملامسة الاشواء الملوثة، الفيروسات بتقعد ساعات على الاسطح وللاسف ما بتموتش، فبالتالي حتى لو تعرضت للشمس والتهوية وكده طبعا لا طبعا بيقلل فرصها اكتر وبتقدر نقضي عليها اكتر، بس مش كل مكان بنلمسه معرض لاشعة الشمس، مش كل مكان بنلمسه فيه تهوية جيدة، فبالتالي انا محتاج ان انا اهتم بفيتامينات زي فيتامين الف. تمام. فيتامين الف كلنا عارفين انه فيتامين الجمال، فيتامين الجمال بشرة وشعر بقى وضوافر، كنا دايما يعني ها، لكن انت عارفة ده زمان حتى جدودنا كان يجي يبص للضوافر يقول لك يا ده انت عندك انيميا، ليه بيبان من الضوافر؟ أيوة. من يقول لك لا ده انت من ضوافرك باين ان في انيميا. هو ربط على فكره الضوافر هي عباره عن نقص وجود عدم ان تكونش ضوافر صحيه بالنسبه لنا، فيها هالات معينه، فيها طريقه معينه يمكن الطبيب المختص بيبقى ادرى واحد بيها اكتر، بيقول لك لا ده انت عندك نقص فيتامين الف، فيتامين الف يبقى نقص عندك، بقى عندك في انيميا، بقى عندك في ضعف في المناعه، بقى ابنك بقى بيعيا كتير، بتديله فيتامينز قد كده وغاليه قد كده، وفي نفس التوقيت برضه اللي فيه برضه هو برضه بيعيا كتير معايا، وبالذات مع دخول فصل زي فصل الشتاء. تمام. او اذا كان شخص بالغ. كل ده ثبت علميا ان فيتامين الف من الفيتامينات المهمه جدا عشان يقدر يقوي المناعه بتاعتنا. تمام. عشان يقدر كمضاد اكسده يقدر يتخلص من حاجات زي مثلا الفيروسات او البكتيريا او الاجسام الغريبه. أوكي. عن جسمنا. خلي بالك انا يمكن لما بيجي لي فيروس او بكتيريا وبكون اتعرضت منه قبل كده بيبقى ان انا المضاعفات الحاده بتاعته بتبقى قليله، وده فكره عمل الفاكسين اللي هي بيسموها الامفونج اللي جماعه الالمان يقول لك لا ده فكره عمل الفاكسين ان انا بديك الفيروس عشان لما يبدا يهاجمك يبقى يتعرف عليه، هو لعب على قصه المناعه. ده اكيد المناعه دي من قصتها ان هي بيبقى عندها حاجه زي بيبليوتيك، مكتبه عندها اركايف كده، عندها طبعا ارشيف وكل ارشيف بتبقى انا ده جالي انا هطلع طريقه العلاج بتاعته عشان اقدر اهاجمه ازاي. طب انا عندي فيروس جديد كوفيد متحور، عندي مخلوي، هلعب على ايه في النقطه اللي زي دي؟ هلعب على الجهاز المناعي بتاعي برضه، هلعب على حاجه زي فيتامين دي اللي بيخرج خلايا اسمها تي سيلز كيلر سيلز، ودي وظيفتها الاساسيه انها تقتل انواع الاجسام الغريبه اللي بتهاجمني سواء فيروس او بكتيريا. تمام. وتكون اول زي ما بيقولوا كده فيرست كوبي، اول نسخه جايه لي. تمام. فبالتالي جسمي مش متعرف عليها. اوكي. تخيل يعني في خلايا في جسمنا بتطلع وبتبقى اكثر حده واكثر قوه عشان تقدر تخلصني من الفيروس او البكتيريا دي. كل ده وانا ببقى عن طريق فيتامين د المكون الرئيسي من مكونات الكولوسيز بيقدر يساهم فيها. طيب حتى الاوميجا 3 حتى الاوميجا 3 الجيش بتاعي بسميه الوايت بلاد سيلز، كرات دم البيضاء. ده مهم جدا، ثالث ضلع عندي فيه المثلث بتاعي. انا دلوقتي محتاج ان ممكن اخرج كرات دم بيضاء ضعيفه مش لا تقوى على الحرب، زي ما بقى فيه جندي ضعيف وجندي قوي، هو بالظبط كده مين اللي هتخليه اكثر فعاليه اكثر تاثير؟ هي الاوميجا 3. تمام. بالذات وقت الحرب
بالذات وقت خروج خلايا التهابية عنيفة، ده كله بيضعف الإنسان. وجود خلايا التهابية عنيفة بيضعف الإنسان. طب مين اللي هيسيطر على حاجة زي كده؟ مين اللي هيسيطر على السيتوكينز دي؟ هي الأوميجا 3. يبقى إذا لقينا إن كل واحد ليه دور، من هنا ظهرت أهمية الكولوسيز. كنا زمان مع إن الكولوسيز بقى له 15 سنة، لكن لما كنا بندور على الفيتامينز اللي بتقوي المناعة كنا بنضطر ناخد 3 4 5 فيتامينات كمان بالزبط. ممكن توصل 6 7 كبسولات في اليوم عشان بس يبقى يسند، عشان بس تحاول نقوي نفسنا بالزبط. ولكن وجدنا إن إحنا خلي بالك يمكن النقطة دي لما لقينا الغرب نفسهم بقى عملوا لاين أوف تريتمنت، طريقة علاج معينة، دخلوا زيت كبد الحوت في طريقة العلاج، لأن هم لقوا نفسهم محتاجين فيتامين ألف، محتاجين فيتامين دال، أيوة. محتاجين أوميجا 3 بجانب 10 أنواع تانيين للشخص المريض اللي بيتعالج. أوكي. أنت الله، طب ده إيه ده الكمية الرهيبة دي؟ ده كل ده، طب ما أنا أوريدي هضعف في حاجات تاني. بالظبط. ما أنا أوريدي هيبقى ليا سايد إفكتس. عشان كده لما باجي أقلل وأجمع كل دول في كبسولة واحدة، يبقى إذا أنا نجحت على الأقل إن أنا في الوقاية وفي فترة النقاهة ما بعد المرض، ان الشخص بيبدأ يقلل ادويته، فبالتالي بيقول له لازم تمشي على حاجة. طب انا بمشي على ايه؟ بمشي على حاجة قوي بيها جهاز المناعي اللي خرج من الحرب ده ضعيف. طب ما هو يعني بيخرج من الحرب ده ضعيف وفي نفس الوقت بيلاقي عناصر خارجية بتهاجمه، زي مثلا كلايمت تشينج او تغيير المناخ. مظبوط كده حضرتك، مظبوط فعلا. طب تغيير جو يتصرف ازاي؟ يعني انا بحاول ابني 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 والاقي عنصر من بره جاي، لا هيأثر على الناس بتوع حساسيه الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر، الناس دي كلها هتتأذى بشكل كبير جدا. هل الكولوسيز ممكن يعني نقول بنسبه كبيره وقائي وعلاجي في المرحله دي؟ حضرتك ذكرت فعلا تغيير فصول او تغيير ذات ساعات. دلوقتي احنا طبعا دخلنا في فصول مطر شويه، هواء شويه، الكلام ده كله، هو جو سائع اوريدي، انت بتتنفس عن طريق الانف، كل الكلام ده عوامل غير مساعده معاك طبعا، وبتبقى فرصه جيده لنمو فيروسات، الفيروسات والبكتيريا، لانك بتيجي تقعد في مكان بتحاول تخليه مغلق على قد ما يقدر نتيجه الجو البارد. أكيد. فبالتالي كلنا نفسنا بيبقى في نفس بعض. اذا كان في حد في شخص مريض هيتنقل للشخص السليم. طيب من هنا لقينا ان الكولوسيز زادت اهميته اكتر، في حيث ان انا طبعا رقم واحد نسبه الرطوبه بتبدا تعلى معايا، مفيش خلاص الجو مبقاش جاف، فبالتالي انا لو حصل لي شويه بلغم بصوت، شويه سوائل بقت في الحواسرات الهوائيه بتاعتي عايز اتخلص منها. اوكي. بالظبط انا بشبهها زي معايا بلوفر، البلوفر ده انا نشره على الرصيف بتاعي، بحيث ان انا لو في الصيف هقدر بعد ساعتين اقدر اقول لا ده البلوفر ده ناشف خلاص. طب لو في الشتاء لا ده بقعد يومين، عشان هو بالظبط الصدر زي كده بالظبط. انا محتاج في الشتاء وقت اطول عشان اقدر اتخلص من بلغم او اتخلص من مخاطر في صدري، السوائل، القيح، الحاجات دي كلها اللي بتمنع عملية تبادل الأكسجين مع ما بين الدم وما بين الرئة. كل الكلام ده لابد ان احنا ناخده في حسابنا، لابد ان احنا نقوي جهاز مناعتنا، لانك انت بدل، حتى دايما نقول فصل الشتاء انت بدل ما بتكح بدل بتاخد مثلا 4 5 ايام، لا ده الكحة ممكن تاخد معاك 3 اسابيع. دي حقيقة. وده الطبيعي على فكرة في الشتاء يعني. يمكن. طب ليه بقى يا دكتور اشمعنى الكحه هي اللي بتكمل فتره كبيره؟ لان الجو عندك، الجو حواليك هو جو رطب. فبالتالي اوريدي نسبه الجفاف زي بالظبط كوبايه فيها ميه. الكوبايه دي لو في الصيف هتلاقي الميه بتبدا تقل بسرعه رهيبه معاكي. اكيد. سوائل فيها جفاف تتبخر، لكن في الشتاء لا، ممكن حجم الميه يبقى ثابت زي ما هو باليوم واليومين والثلاثه. هو بالظبط زي كده الصدر عندك. عشان كده احنا بنقول يا جماعه طول ما انت بتكح انت عرضه ان يحصل لك اي عدوى متكرره، اي اصابه اخرى، لان صدرك مش في وضعه الطبيعي. فعشان كده انت محتاج انك لابد انك تقوي المناعه بتاعتك. بحاول ابعد عن الكيميكالز على قد ما اقدر. تمام. طبعا ما لم ينصح بها من طرف الطبيب المختص، ودي نقطه مهمه قوي لان هو ادرى بالحاله. ولكن انا احب اضيف للروشتة بتاعته، اضيف لا الكولوسيز اخده كمكمل غذائي مش هيعترض، ومش نهائية. لفتره معينه بناكل لا خالص، استمراريه، لان الكولوسيز بيديني جرعه يوميه محتاجها جسمي. انت نورتني يا دكتور، ودايما بتنورني ومعلومات جميله جدا، يعني ربنا يكرمك على كل معلومه بتفيد بيها بني ادم. انا بشكرك شكرا جدا. ميرسي. بشكر استاذ دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدريه والبطنه وحساسيه صدر الاطفال ومستشار الطبي لشركه AMD. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.